نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. نشرة منتصف النهار والنصف، أهلا بكم، وهذه عناوين النشرة. مخاوف بيئية من إنشاء مسلخ بلدي داخل حي سكني بالعلاء، إذاعة الحياة FM تفتح هذا الملف. عمادة الأطباء ترد على مذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع الإعلام. ومنظمة الصحة العالمية تقول أنه لا دليل يوجد على أن الصيام يزيد خطر العدوى بكوفيد. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. يعارض متساكنو حي الصنوبر بمعتمدية الأعلى قرار إنشاء مسلخ بلدي بالحي المذكور لاعتبارات صحية وبيئية، ووقع عدد من متساكني الحي على عريضة ترفض القرار. أكثر تفاصيل مع المواطن علاء الدين المسعودي. علاء الدين المسعودي، أستاذ تعليم ثانوي، نسكن في حي الصنوبر في الأعلى في قلب المنطقة البلدية. الحي هذا هو حي سكني فيه عديد العائلات. في 2018 معناتها سمعنا انه يحبوا يعملون مسلخ بلدي في قلب الحي هذا، متاخم للمعهد الثانوي ومتاخم للمستشفى المحلي بالجهه. قدمنا بعريضه للبلديه العلاء واودعناها في مكتب الضبط، بينا فيها المخاطر متاع احداث المسلخ هذا في ظل غياب قنوات التطهير وانسدادها في اغلب الوقت، وفي ظل الانتشار متاع الاوبئه هذا، وطالبنا بالبحث عن مكان ثاني، لانه المسالخ البلديه لازم تكون خارج دائره العمران وتكون فيها مواصفات خاصه بها اللي هو المخطط المديري للمسالخ. احنا عندنا صغار وعندنا معناتها ناس مرضى وناس ما تتحملش المخلفات هذه من كلاب سائبه، من ناموس، من روائح كريهة. بالنسبه لنا احنا نخمو في مصلحه البلاد من النواحي البيئيه، من النواحي الصحيه، من جماليه البلاد، من ناحيه التوسع العمراني تاع البلاد. البلاد ماشيه وتتوسع عمرانيا، نخمو في البلاد على لونتيرم، معناتها اي حل وقتي توا اللي مش تتخلى عليه بعد عام. انا نشوفه فيه شبهات فساد واهدار للمال العام. من جانبها أفادت حياة فجاري رئيسة بلدية الأعلى في تصريح للحياة فام اليوم أن البلدية اقترحت حي الصنوبر في وقت سابق ثم عدلت عن الفكرة لأنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، رافضة تواجد المسلخ داخل حي سكني، ودعت اللجنة المشتركة المسؤولة عن متابعة مشروع إحداث المسلخ إلى إيجاد حل. احنا راو ممشيناش الحي الصنوبر باش نعملوا فيه مسلخ بلدي. أنا نحكي كرئيس بلدية وكمجلس بلدي حي الصنوبر اقترحناه سابقا. انا البارح للسيد الوالي قلت له راهو كان مش تمشي في حي الصنوبر، راهو عندك معارضه من المواطنين، راهو داخل تجمع سكني. حبيت اللجنه البارح تشوف الكلام اللي حكيته انا في الجلسه، حبيت نقول لهم راهو ماناش نحكيو في كلام حاضر، ماناش نحكيو في قوالب جاهزه، فضلوا سيرت راهو شوف حي الصنوبر هذه المقترحين وبعض اعضاء من اللجنه راهو غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع، لانه مثل ما واجهنا بالصد في المسلق القديم على سنين تريم المعهد الثانوي على سنين، راهو مش نواجهوا بالصد في حي الصنوبر نظرا لانه متواجد داخل حي سكني. وانا راني كبلديه متفهم المواطنين، في نفس الوقت ندعو اللجنه هذه باش تاخذ بعين الاعتبار هالتذمر نتاع المواطنين هذي وتساعدنا وتمشي معانا وتسهل لنا الاقتراحات الاخرى اللي عملناها. رئيسة بلدية الأعلى بيّنت أن معضلة المسلخ البلدي في الأعلى تعود إلى عام 2019، مشيرة إلى أنه بعد إغلاق المسلخ البلدي القديم انتشرت مظاهر الذبح العشوائي وأصبحت المدينة مهددة بكارثة بيئية في ظل فشل محاولة مقاومة الربط العشوائي. احنا عنا معضلة المسلخ البلدي في الأعلى في 14 سبتمبر 2018 وقت اللي وقع تركيز المعهد الثانوي 2 في الأعلى، وقتها السيد الوالي ذاك والسيد رئيس النقابه والكل والمدير الجهوي للتربيه قالوا على اساس سكرونا المسلخ هذا الموجود على ذمتكم، نعطيكم في ظرف 15 يوم مكان ثاني لانشاء مسلخ بلدي. وبدات الاشكاليه من غديك للاعلام، راهو ما عملناش قرار غلق انا ذاك، مشينا بالكلمه بقينا نخدموا هكاك، مشينا راسلنا الفلاحه، جاوبتنا الفلاحه قالت لنا راهو لازمكم اجراء مسلخ تبقى المواصفات المنصص عليها في قانون 2010. المسلخ هذا لازم يكون معناتي تبقى المواصفات اللي بلديه كما بلديه العلاجي هي ولايات وما تاخذ عليهاش اقلش من 500,000 دينار. بدات الاشكاليه، بدات انه المواطنين معناتها ولات تذبح قدام حوانيتها. عملنا محاولات لغلق البلوعات ما نجحتش، عملنا محاولات لمقاومه الربط العشوائي ما نجحتش. في صفه دوريه شهرين ثلاثه نعملوا اجتماع، جاء السيد الوالي الجديد عملنا اجتماع على اساس شقة دراسه امكانيه فتح المسلخ القديم، قبلنا بصد من نقابه التعليم الثانوي. قالت الاشكاليه قائمه الذات، حاولنا مع الجزاره اخذ ورد اخذ ورد. اخر حاجه اجتمعنا توا احنا عندنا حكايه شهرين، اجتماع اولي تحت شرف كاتب
العام الولاية والفلاحة، اتفاهمنا على أنه يقع عقد بعث لجنة في الغرض لدرس إمكانية بعث نواية مسلخ بلدي أو مذبح كما هما حبوا يسميوه، باش نلموا هالكارثة، خاطر ولت لنا كارثة بيئية وكارثة صحية بأتم معنى الكلمة، لأن ما نعرفوش نوعية الذبائح. وأشارت الفجري أنه وقع اقتراح 4 أماكن على اللجنة لاختيار مكان لإنشاء مسلخ بلدي محذرة من استمرار غياب مسلخ في الجهة، ودعت إلى تسريع بإنشاء المسلخ البلدي لتفادي المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بغياب مكان مرخص للذبح. أخذنا 4 أماكن، اللي هو المسلخ القديم حي الصنوبر الذي شكلكم منه المواطنين، بجانب حي الصنوبر في السوق القديم، ومكان على ذمة خواص، وننتظر لحد في رأي اللجنة. أنا معناتها ناشد جميع السلطات المحلية والجهوية والوطنية إنه رأي ما تمديت عليه ما عادش تنجم تتحمل غياب مسلخ بلدي. إشكالية وين؟ راهو بعث مسلخ تبقى المواصفات الموجودة في 2010 لا يمكن لا ميزانية عليه ولا الشروط المجحفة اللي في القانون متاع 2010 اللي بعث المسالخ البيطارية. إحنا راهو نحبوا حل نحفظوا فيه كرامة المواطن إنه ياكل لحمة نظيفة، نحافظوا على البيئة نتاعنا، نحافظوا على صحة المواطن. راو هذه الإشكاليات متاعنا، راو بلدية بدون مسلخ ما تعتبرش بلدية. نوجه لكم دعوة لزيارة العلاية من يوم السوق الأسبوعية، وبلدية العلاية فيها كارثة بيئية. يعني احنا غدو على موجات إذاعتكم ذات القيروان الصحية اسمها منه فيها بلدية العلاية لن تتحمل أي مسؤولية فيما قد ينجر من كارثة بيئية فيها، لأنه استوفينا جميع المساعي باش نعملوا حل. احترام أخلاقية المهنة والاستعانة بأهل الاختصاص في الاستراتيجيات الاتصالية لوزارة الصحة مع ضمان حق الأطباء في التعبير عن آرائهم في إطار اختصاصهم ووفق المعطيات العلمية الثابتة في كنف احترام واجبات الطبيب، هذا أبرز ما جاء في بيان المجلس الوطني لعمادة الأطباء أمس تفاعلا مع مذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع وسائل الإعلام والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي في المسائل الصحية، انطلاقا من دورها في تقديم المعلومة الصحية الدقيقة والمفيدة. إذاعة الحياة فم تواصلت مع عميد المجلس الوطني للأطباء الدكتور رضا الضاوي. مع حق التعبير فما مهمة خاصة عند الطبيب هي مساندة الجائحة، هذه المجابهة هو الوعظ والإرشاد هما أوكد المهام يطلع بها الطبيب لحماية صحة الفرد والمجتمع، وجد في الإطار هذا دعوة متاع العمادة باش يكون الطبع مع احترام أخلاقية المهنة والمجلة واجبات الطبيب. الاستعانة بأهل الاختصاص هي من قديم الزمان، خطاب اللي يقدمه الطبيب مش كما الخطاب اللي يقدمه شخص آخر ولا سياسي ولا مواطن عادي، هو بالطبع يستند لآخر معطيات العلمية الثابتة، يرفع من درجة الوعي المواطن ويساهم في الوقاية من المخاطر. احنا عادة الطبيب في المجتمع ما عايش عنده العائلة وعنده السكان اللي دايرين به، عادة يسألوه هكا يبدو سؤال ولا حاجة عندني داخل في المهمة متاع الطبيب في المجتمع. أول شيء تكون شفافية لأن الوضع خطير، كل يوم نأكدوا خطورة متاع الوضع، والاستراتيجية الاتصالية عادة تم وزارة الصحة، العمادة عندها الاتصال مع الأطباء أكثر شيء، هي ماهيش باتصال مع عامة الناس، لكن ساعات تواتي نخرجوا بيان للعموم باش نأكدوا شيء ولا حتى نعرضوا الجهود نتاع الوزارة. عادة هذا دورة الأطباء الكل، النصح والإرشاد، وباش يحثوا المواطن على التلقيح، لأنه التلقيح هو طريقة الأنجع للخروج من الوباء هذا. احنا نشوفوا المثال نتاع بريطانيا اللي توا رجعوا حياة شبه عادية، وفي بلدان أخرى كيف كيف اللي لقحوا ولقحوا بسرعة، وجميع المواطنين هم اللي خرجوا من الوباء قبل الاخرين. انا ناكد على التلقيح لانه التلقيح فيه نجاعه لا نقاش فيها. انا لقحت برشا من اللي نعرفهم حسيتهم باش لقحوا، وهذاك هو مستقبلنا اذا كان نحبوا نخرجوا من الوباء هذا. دوليا الآن منظمة الصحة العالمية تقول أنه لا دليل يوجد على أن الصيام يزيد من خطر العدوى بكوفيد، وأن الأشخاص الأصحاء يمكنهم الصيام. وضفت المنظمة بأنه يمكن لمن يعانون من استمرار أعراض كوفيد بعد إصابتهم بالعدوى النظر في الأخذ بالرخصة الدينية وأن يفطروا بعد التشاور مع أطبائهم.
محامية تمثل عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن عن بداية نظر دعوى قضائية ضد 4 شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة عن طريق التسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمان عقاقيرها. وتتمثل هذه الشركات في شركة جونسون أند جونسون وتيفا للصناعات الدوائية وأندو إنترناشونال ووحدة أليرجين، وذلك نقلا عن وكالة رويترز. نهاية النشرة قدمتها لكم سمية حمدي، وهذا تذكير بعناوينها: مخاوف بيئية من إنشاء مسلخ بلدي داخل حي سكني بالعلاء، إذاعة الحياة فام تفتح هذا الملف. عمادة الأطباء ترد على مذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع الإعلام. ومنظمة الصحة العالمية تقول أنه لا دليل يوجد على أن الصيام يزيد خطر العدوى بكوفيد. إلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.